مدينة الرستن والمعاناة التي يعانيها أهالي هذه المدينة. كيف نرى هذا الرجل يحمل على كتفيه المواد وهؤلاء الأطفال في الشارع يلعبون؟ شلونك عمو؟ شو؟ عم تلعب بالشارع؟ طيب ما عم تروح مدرسة؟ بس احنا صار ضرب ورحنا رحنا على النبك جينا ناخذ الأغراض. طيب يعني ما راح تضلوا هون، ممكن ترجعوا تسافروا؟ ليش؟ لا هون في ضرب. من شو بتخاف؟ قدي هاي نزلت قديفتين وصاروخ. مدينة الرستن والأطفال ومعاناتهم. يعني مهلك مدرسة أنت ولا منك بمدرسة؟ مدرسة. وين؟ هون بالرستن. ايه في مدرسة هون؟